افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة الدورة السادسة من البرنامج التدريبي لتأهيل المقاولين والاستشاريين المتخصصين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للحصول على شهادة الاعتماد من قبل هيئة الكهرباء والماء بتنظيم من هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحضر الافتتاح السيد ستيفانو بيتيناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة وعدد من المسؤولين من هيئة الكهرباء وهيئة الطاقة المستدامة. وألقى الدكتور ميرزا خلال الافتتاح كلمة أشاد فيها بالنجاح الذي يحققه البرنامج التدريبي، مضيفا أن هذا النجاح يأتي انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بترسيخ مفاهيم الطاقة المستدامة في البلاد ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 والسعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة. وتطرق الدكتور ميرزا في كلمته إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية التي تأتي ضمن جهود هيئة الطاقة المستدامة إلى تعزيز القدرات المحلية وبناء قطاع مؤهل ومنافس لنظرائه في مجال الطاقة المتجددة في المملكة وخارجها، وعلى وجه الخصوص في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.